العشية هادي جا كاين شوية ديال الصاد، الدراري قالك بغاو يمشيو للبحر، إوا خرجت معاهم وداكشي ديناهم جلسنا واحد شي شوية، جاهم الجوع قالك بغا ياكلو جبلو باش ياكلو، وسبحان الله العظيم واحد الكلاب حاشاكم جاو كيجريو هنا، دخل هنا دخلو الدراري قلنا راه صافي، ولكن ملي قربو حدانا تفكرنا جاب الله عندنا فكرة شوية. لحنا ليهم واحد شويه ديال الخبز تلهاو في الخبز شويه صاحبنا ما وصلت عندي بقى مشكل، وهذاك الجرو ديالهم سبحان الله شوف كيفاش كي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله واحد شي حاجه غريبه هنايا عند ملي كنا تنجمعوا باش نمشيو هذا الكلب ما عرفت واش كيلعب ولا ما بغاش يخلينا نمشيو، سبحان الله العظيم زعما هذا الشيء هذا ما جاني غريب هنايا بعدا. ايوا على كل حال يجب الرفق بالحيوان كيف ما كان غير ما يكون شي ضرنا وصلت عندي، والحمد لله بعدا اللي جاب الله عطيناهم شي شويه صد بحال نتمنى من ربي يحسبها لنا صدقه، الله يغفر بها الذنوب ديالنا وذنوب جميع المسلمين اجمعين. ايوا خليتكم على خير الله يعاونكم.